بلدتي بيتي كان عنوان مبادرة تهدف للقيام بتنظيف المدن والقرى وإرشاد المواطنين للمحافظة على نظافة قرانا وبلداتنا، والتي قائم بها عدد من الطلبة الخاصة وبدعم من بلدية الجيزة وهيئة شباب كلنا الأردن في منطقة جاوة جنوب عمان. هاي مبادرة ربما أول مرة بتصير في هاي المنطقة، وصحيح نشكر كل الداعمين لهاي المبادرة من هيئة شباب كلنا الأردن من مدارس الرياض، وكذلك أخص بلدية الجيزة اللي هي مسؤولة عن المنطقة هاي وتنظيم المنطقة هاي. وهذا درس مهم جدا لأبنائنا الطلاب إنهم يقوموا بتنظيف منطقتهم، تنظيف خلينا نسميها حارتهم، إنهم يكون عندهم هناك واعز داخلهم للنظافة. أقمت هذه المبادرة بالتعاون مع بلدية الجيزة وهيئة شباب كل الأردن وأكاديمية الرياض التعليمية، أقمناها كبصمة خير ورسالة واضحة لأهل المنطقة بخلق ثقافة النظافة في هذه المنطقة والمساعدة في تنظيف هذه المنطقة مع الجهات المسؤولة. هي رسالة وهي ثقافة الأولى من نوعها في هذه المنطقة، عمر في منطقتنا ما صار هيك حدث. كل الشكر للجهات اللي ساعدونا اليوم والداعمين، بلدية الجيزة، وحدة تنمية المجتمع، قسم البيئة، وهيئة شباب كلنا الأردن، وأكاديمية الرياض. جد أنا بمعنى الكلمات، بكل معاني الكلمات، الشكر والتقدير لهم ولحضورهم لتعاونهم معنا. هذا إنجاز كبير في هذه المنطقة اللي حصل هيك مبادرة فيها. أنا بداية متطوعة صراحة في هذه الحملة، وأنا أحد أعضاء هيئة شباب كلنا الأردن. احنا كمتطوعين جايين ان شاء الله اليوم لهاي الحملة نظافة هاي البلدة. احنا كأشخاص ننزل على الميدان نساعد اهالي المنطقة بنظافة هذا المكان، ونوقف معهم كلنا ايد واحدة، حتى لو احنا ما كنا من اهل هاي المنطقة، بس احنا نشاركهم بنظافة هاي المنطقة. المشاركون في المبادرة ابدوا اعتزازهم بما يقومون به من تنظيف للشوارع ومداخل منطقة جاوة، واعتباره واجبا وطنيا ويجب على كل مواطن القيام به بحسب وصفهم. جايين ننظف، مشاركين بالمبادرة بلدتي بيتي، وبننظف احنا واجبنا كطلاب انه ننظف الاماكن المجاورة مدرستنا، وانه كمان نظافة من الايمان ولازم علينا ننظف. عدد الطلاب اللي شاركوا بهاي المبادرة 60 طالب، طبعا هم من صفوف من سادس لصف تاسع. طلابنا طبعا هم منهم هاي المبادرة، حاولوا انهم يعني برغبتهم انهم بيقولوا انه بلدتي هي بيتي، والبيت اللي لازم اني احافظ على نظافتها، واني لازم تكون يعني بلدتي اللي انا عايش فيها نظيفة، وهم بيتمنوا انها تكون البيئة دائما نظيفة، وان شاء الله تعالى انها تكون بجهود بلادنا، بجهود شبابنا. بعثنا اليوم الحمد لله رب العالمين الجرافات والموظفين البلدية وعمال الوطن، والحمد لله رب العالمين قاعدين على المرحلة الجديدة هذه إن شاء الله في كل شيء إن شاء الله يطلبون، واللي نقدر عليه سواء بلدية الجيزة، لو كون بلدية الجيزة أكبر منطقة بتشكل من عمان 39 منطقة، فالحمد لله رب العالمين شغالين وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. هاي تنطلق المبادرة من أولا من أهل المنطقة الأخ عبد الله عمر رئيس البلدية زيزة، الأستاذ تركي الفايز، وأيضا بالتعاون مع المجتمع المحلي وهيئة شباب كون الأردن ومدارس، أيضا مدارس خاصة تشرفوا أيضا اليوم بالعمل في هذه المبادرة. احنا بنقدم الشكر الجزيل لرئيس البلدية تركي الفايز لتسليط الضوء على هاي المنطقة. المنطقة أصلا بعيدة ونائية عن منطقة زيزية، وهي محاذية لمنطقة خريبة السوق. مبادرة بلدتي بيتي، وهي الأولى من نوعها في مناطق عمان، حيث جاءت فكرتها من شاب متطوع يقوم بالأعمال التطوعية خدمة للوطن.